يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان مريضا بمرض الفشل الكلوي فيصوم بعض أيام رمضان، فأيام الغسيل يفطر بسبب الغسيل، سؤال هل يجب عليه؟ إيش؟ يقول من كان مريضا بمرض الفشل الكلوي فيصوم بعض أيام رمضان دون بعض، حيث إنه يفطر في أيام الغسيل غسيل الكلوي، فهل يجب عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها أم أنه يفدي مباشرة؟ أم أنه يفدي، يقول يخرج طعاما ويكفي ذلك دون قضاء. لا لا ما يكفي القضاء، لا بد منه إذا كان يستطيع، ولو تأخر القضاء أيوة أخرها إلى الأيام التي يقدر فيها على الصيام، ولو متفرقة صومها، ولو متفرقة أو متأخرة ما في بأس، إنما الإطعام إذا تعذر القضاء مطلقا، لا في الحال ولا في المستقبل، إذا تعذر القضاء يطعم. نعم.